السلام عليكم، اليوم جايبكم مقطع جديد. اليوم جايبكم فلوق، راح يكون في معرض رش بإذن الله اليوم الأول. ما أدري بكمل اليوم ثاني ثالث رابع، لكن ما أدري بينزل فلوق هذا ولا لا. قبل ما أبدأ مقطع، لايك اشتراك فعل زر التنبيهات، علموني يعني تبون فلوقات ولا ما تبون. يكون يعني مليتم الألعاب وداري هذا الشيء صار في اليوتيوب كله. إن شاء الله الفلوق يعجبكم. بحاول إني أنوع للأمانة، ما أدري هل وش بصور، بس بحاول إني أنوع. أوكي فسلام. اليوم الأول في المعرض. يا ساتر يا ساتر، ما يوضح شيء. سبايدر مان. اي والله هلا والله. معنا بسومة. وين الشباب اختفوا فجأة؟ الزبدة توني داخل المعرض وبصور لكم الشباب كلهم ان شاء الله. هلا وسهلا. هلا. طيب نورتنا والله منورك. نزل نفسك شوية. ايوه سومة وبكاء. حماس بس سيب الحماس. مستي مستي طفت اليد. السلام عليكم. عطنا ضاع شوي خلنا نصير حلوين. حلوين كاميرتين بس خلاص. خلنا ما تحتاج ضاع. اليوم كان ضاع منور. ان شاء الله الوعد بكره. هذه سب ولا لا؟ لا اصبر. لا تحتاج ضاع. المهم طلعنا من المعرض ولا تصور، طلعنا من المعرض. صراحة معرض كان جميل بس انه زحمة 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 بشكل مو طبيعي، ونراك في اليوم الاخر. لا اصبر وقف شغل. فهد تشرفنا بالشاب اللطيف هذا. وش اسمك؟ فهد. تشرفتنا يا فهد. وما انه يتابع رفيق يعني زي كذا، فلازم نعطيه هدية. لازم. لا تسأل لك شباب. يا الله سيارة من سيارات رفيق. سوما ما قصرت، شايل الشنطة. ايوه اهم شيء اللايك. اهم شيء ما تقصر. قوليه ليه؟ بعد انشر المقطع عشان نوصل 100,000 باذن الله. هلا والله شباب، كيف الحال؟ عساكم طيبين؟ طبعا تشرفت اليوم باكبر كذابين في منقص. عندنا الكذاب الاول عقش، تعال قناه اليوتيوب. عرف عن نفسك. يلا انا اكبر صادق في الحياه. ايوه اجحد كمل. طيب المهم يعني قناتي بالدسكربشن. قناتي بالدسكربشن. كلاش كلاش 77. هذا كذاب. هذا كذاب. احسن مود في الحياه. شباركم شباب زال طيبين. طبعا ورا الكاميرا في خالد 45. وينه؟ خوي ماينكرافت، خوي سيرفر. ما يتصور؟ بس ما يتصور. ما احب الظهر العلوم. انا اللي يسوق. هلا والله. احنا طيبين. انا شرفنا خالد هنا واهلا متابعين. لا تنسوا اللايك. لا تنسوا اللايك والاشتراك والسكوت بيسال. شيكو شيكو. فيز فايروس ما شاء الله تبارك الله. طبعا جينا نلعب بوث بورزون. هنا دحوم وهنا تريكسي متشكي تسوي يصلح. هنا معرقنا ما شاء الله. فيز فايروس ما شاء الله تبارك الله. يا حركة بالماوس شباب ما شاء الله. شو منحاش شكاية تسوي؟ شكاية تسوي؟ غيب شوي زحمة. مشكلة مشكلة البيبي مشكلة. والله مشكلة. كيف الحال؟ عساك طيب؟ الحمد لله طيب. مشترك في القناة؟ مشترك. وش الكود؟ ها؟ وش الكود؟ 120. شوف اللي جاوبوه، شوف اللي جاوبوه. طبعا هنا سألته قلت وش آخر مقطع نزلته في القناة، وجاوب وقال بطولة 45,000. طبعا وقت التصوير كان آخر مقطع بطولة 45,000، أعطيتها الجائزة اللي بتشوفونها قدامكم. يا رب شيء زين. يا رب هذا شيء كويس. البركة تستاهل تستاهل. الله شكرا. عفوا. نجح في التحسين. نجح. أقول لك ليش ما يعطينا هدايا؟ زواج ليه ما يعطينا هدايا؟ الكاش حقنا سلم عطنا هدايا. السلام عليكم، حياكم الله جميعا. اليوم الرابع. طبعا مقتطفات ما في مقتطفات، ما منتش قادر انزل انا صراحه، لكن ما صورت كثير. اوكي فاليوم الرابع وبكره اليوم الاخير. ما ادري شفتوا اللقطه اللي قبل شوي، ما ادري متى بتكون بالضبط، بس اللقطه اللي اعطيت فيها شخص سماعه حقت استرو. طبعا ايتين حقت كود. اليوم الاول اعطيت شخص سماعه اوكي، فما صورت للاسف لان كان مع اهله وزي كذا، وفي نفس الوقت كان معي سيارات ركت ليج اللي قلت سويت عنها مقطع قبل وزي كذا، وزعت على كم واحد. ما صورت اللي اعطيتهم لكن باقي معي سياره واحده.
طبعا سيارتك ذيك صغيرة مرة مرة مرة، أنا ما يبغى واضحة أبدا لهالدرجة يعني، أوكي كذا صغيرة مرة يعني تحسون ما تستحق، بس الأمانة غالية. فقلت والله يستاهلون متابعين، خذيت كم حبة من اللي عندي في البيت وزعت على المتابعين، وزعت الحين ثلاثة باقي الرابعة والأخيرة. الأمانة معرض جميل، صح إنه زحمة وكذا، جميل جميل جدا جدا جدا. وأفضل شيء إني قابلتك من المتابعين، والله العظيم إني أتكلم جد إني أحب إني أقابل متابعين في معارض زي كذا، في نفس الوقت أقابل أخوياي. فيب لايك يا شباب، سبسكرايب لايك اشتراك. السلام عليكم، اليوم الخامس طبعا، معنا الاكل هنا ما ادري تشوفوه ولا لا، بس اشحن طاقه شوي وبندخل المعرض. طبعا انا في المعرض بس باك ستيج، اللي هو صراحه تعب امس مو طبيعي لدرجه اني ما اقدر اتكلم، كلمتين على بعض ما اقدر اركبها، تعب غريب اول مره يصير لي في التاريخ. ما ادري وش السالفه، بس جايب معي فيتامين سي وجايب معي حبوب الحلق هذه، لعل وعسى انه تضبط الامور. دام اخر يوم قلت ماني ساحب على اخر يوم، في ناس بيجون اخر يوم، تخليني اجي كل ايام اصور مع اللي اقدر عليه، وان شاء الله انكم مستمتعين في المعرض. ايه اللي جيتوا استانس جد استانسنا بشوفت. بس لقطات قليله اصور، لكن في لحظات كثير اكون يا اني اصور مع احد يا اني شايل الكام وما شغل لان ما في شيء اصور. يعني اقابل اخويا زي كذا بس ما اصور، ما احب اصور كذا اطلع الكام في وجهه، لا اعتذر هذا الشيء، لكن الفلوق يعني ما ادري كيف بيكون خمس ايام، لكن ان شاء الله يكون شيء كويس. شباب لازم طبعا فيتامين سي مع المويه يا رب، بس خليه شوي ونشرب وندخل المعرض لان الحلق للحين. طيب يا شباب الحين معي السلام عليكم ياسر القحطاني. ياسر القحطاني عبد الرحمن القحطاني. لا تنسوا اللايك والاشتراك في اس ال كود في اس ال في فورتنايت. بالضبط ما قصرتوا، حطوا اشتراك اهم شيء اللايك. ها هذا لايك. وعندنا فايروس هنا نشبه شيخ احمد. طيب خلصنا من اليوم الاخير معرض رش، شكرا لكل شخص جاء وسلم، شكرا لكل شخص جاء وصور، شكرا لكل شخص شفناه في المعرض. والله العظيم كذا ما ودي اطلع مع انه تعب، واجي من بدايه المعرض لنهايه المعرض، بس اقسم بالله قبل شوي ما ودي اطلع. بس خلاص بينتهي الحين المعرض، حاليا الساعه 11 الليل، فغالبا انه بيقفل 11:30. صح انه تعب واليوم كنت تعبان، بس الحمد لله تداركت الوضع وكذا، لحقت على نفسي العلاجات السريعه قبل ما ادخل، خذينا فيتامين سي خذينا ذا. والله استمتعت جدا جدا جدا، سواء انا قابلت اخوياي سواء قابلتكم يا متابعين، واللي اعطيت هدايا ان شاء الله ان ما تكون اخر مره اعطي هدايا. شفت رده فعل الناس زي كذا، فكرت انه في كل معرض اجيب هدايا معي قد ما اقدر، فاعتذر على كل شخص ما قدرت اصور معه، لكن حاولت والله اني حاولت، يعني قاعد امشي واشوف اللي حولي وكذا، لانه ما في بوث ما في شيء، فقاعد امشي ما لا اعلم، يعني صعب انك تلاحظني. ان شاء الله استمتعت بالمقطع، ما ادري شو بحط في المقطع، بس ما ادري والله ما ادري. يعطيكم العافيه وانا اراكم على خير، في امان الله. السلام عليكم.